لسه مكملين مع بعض جريد 5 لمادة الساينس، ومع ليسون 2 تعالوا نعرف بعض الأمثلة عن الهيدروسفير أند البايوسفير انتراكشنز. بيظهر التفاعل في البحار وفي محيطات في الأنهار Ocean and Sea. They are very large water bodies. Ocean and Sea always contain a salt water. دايما بتتميز البحار والمحيطات بالمية المالحة. كمان عندنا اللاكس. اللاكس هي water body surrounded by land، دايما محيطة بالأراضي. كمان هي بتحتوي على مية عذبة أو مية مالحة في بعض الأوقات. كمان التفاعل برضو موجود في الرايفرز. رايفر contain fresh water. رايفر is a water body that always flow from area of high place to area of lower place. كمان بيظهر التفاعل في runoff. runoff water هي water body that is formed from rain or melting of snow. بتتكون يا إما من الأمطار أو من ذوبان الثلوج. كمان بيظهر التفاعل في مصب النهر استيوري. هو بيحصل due to fresh water of river meet salt water of sea. كمان التفاعل ground water. It's the water lie under the earth's surface. تعالوا نتكلم على water cycle. Water present in water bodies on earth evaporate and pass into the air forming clouds. Water returned back to the earth's surface during the raining. يتم إعادة تدوير المية عن طريق تبخر المية إلى السحاب، ثم بعد كده فتسقط على هيئة أمطار، وهو ما يعرف باسم التكاثف. تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة.